استاذ تامر. اهلا وسهلا السيد. هو امتى حضرتك تشتغل كهربائي سليزيون؟ كهربائي سليزيون لما اطرد من القناه. لا لا انا بقى. تفضل يا معلم. انا اسمع انت بتحب الستات بزياده. لا بحبهم من غير زياده يعني، لازم احب الستات، مصيبه لو حبيت الرجاله. هو انت بتحط ميك اب واحمر شفايف زي ما الناس بتقول؟ لا المذيع او المذيعه بالذات لازم يبقى فيه قدر من المكياج علشان الاضاءه والعدسه. الستات طبعا بيحطوا فول ميك اب يعني مكياج كامل. في بعض المذيعين الرجاله بيحطوا كمان ميك اب كامل، بيحطوا لا انا بحط البودره بس اللي هي بتتحط على الوش والخدود اللي هي بتمنع اللمعه قدام الكاميرا. ولاد حضرتك فعين زي خالد ولا فعين زي ايه؟ انا عندي بنتين، مش ولدين، عندي بنتين، واحده منهم يعني في النص بينكم والثانيه طويله قوي بسم الله ما شاء الله، ممكن تلعب باسكت قريب. عمرو اديب بيهددك بالنجوميه؟ لا مفيش حد بيهدد حد بالنجوميه. انا هنا بتكلم جد. في بعض الناس بتتوهم انه نجاح حد بياخد من نجاح حد، او شهره حد لازم تاخد من شهره حد. مفيش حاجه اسمها كده. انا مقتنع من يوم ما اتعلمت المهنه دي انه السلم بتاع النجاح او القاعده بتاعت النجاح بتتسع للجميع. هل بتحب الستات الرفيعين ولا تخان؟ انت عندك مشاكل مع الستات ولا ايه؟ لا بس دردش مع بعضينا. دردشه تمام. انا بحب الست. الست بمعنى او بمفهوم الانثى اللي هي فيها شكل حلو وفيها عقل حلو وفيها روح حلوه وفيها كاريزما حلوه. وانا من المؤمنين ان الستات دول مش بس النص الحلو في الحياه، انا مؤمن ان هم الحاجه الحلوه اللي في الحياه. هو ايه علاقه حضرتك بسما المصري؟ سما من انواع الناس، اذا جاز القول انها فنانات، لان انا معتقد ان هي رقاصه مش فنانه يعني، بس اذا جاز ان احنا نقول انها من الشخصيات العامه اللي بتحب الاشتباك عشان الشهره. فهي خلت الموضوع شخصي وابتدت ترد على اليوتيوب وبتاع، وانا خلصت كلامي بانتقاد الفعل الغلط اللي عملته اثناء حضورها مهرجان القاهره السينمائي وخلص. بيقولوا علينا اطفال. حضرتك عملت ايه الاطفال في حياتك؟ انت لوحدك كان اطفال ولا الناس كلها؟ لا احنا يعني انا وخالد. لا انا ما عملتش حاجه للاطفال في حياتي. و انا يعني مع اني مقدر للمبررات اللي انت بتخليك تسال السؤال ده، بس انا نفسي اعمل حاجه للاطفال. وانت صغير تعمل ازاي؟ تعمل كيف؟ لما اتفرجنا عليك وانت صغير. اتفرجك عليك وانت صغير؟ اه يعني اي موقف كده حصل مع حضرتك وانت صغير لسه فاكر حضرتك لحد دلوقتي؟ لا بجد ماليش مواقف، انا بجد كنت طفل يخرق يعني، كنت طفل سخيف من الادب يعني، ادب وباحترام وماليش في الصياعه. مذاكره وبيت ونادي زي يعني، هي عارف الطفل عكس اللي انت بتعمله زي انا وخالد يعني، حاجه شبه كده. اه ماشي سبحان الله. احنا بالظبط سبحان الله باسم خليل لوحده ما يدلش على كده ابدا. اقول لكم سر؟ اتفضل. زي تفضلكم ده من اتقل الحوارات اللي عملتها في حياتي. طبعا مش معاك خالد وخليل. اه الحقيقه من اصعب الحوارات اللي عملتها في حياتي ومن اسخن الاسئله اللي اتسالتها في حياتي، وغالبا السر طول الوقت اللي انا مدركه انه اللي ما عندوش مؤامات وما عندوش حساسيات وما عندوش دوائر واجندات. فاهمين انا بقول ايه؟ طبعا. لازم يبقى بالسلوك ده، فبالتالي انتوا اديتوا اداء اكثر من رائع.